بسم الله الرحمن الرحيم. هنتحدث إن شاء الله النهاردة عن الشقوق الحامضية والتي تسمى بالأنيونات، وهندرس النهاردة المجموعة الأولى من هذه الشقوق الحامضية والتي تسمى بمجموعة حمض HCl المخفف. هندرس منها أملاح الكربونات، أملاح البيكربونات، أملاح النيتريت. هنبدأ أول تجربة اللي هي بنسميها التجربة الأساسية. هناخد جزء من الملح الصلب بتاعنا، أملاح الكربونات، مع كاشف المجموعة وهو حمض HCl المخفف. زي ما احنا شايفين كده حدوث فوران وتصاعد غاز عديم اللون وهو غاز ثاني أكسيد الكربون. احنا زي ما احنا عارفين انه ليه قدرة على تعكير ماء الجير، هذا في حالة الكربونات. طيب في حالة البيكربونات، فلو خدنا جزء بسيط كده من الملح بتاعنا، أملاح البيكربونات، مع حمض HCl المخفف، زي ما احنا شايفين كده نفس المشاهدة، حدوث فوران وتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. طب نقدر نفرق ازاي بين املاح الكربونات واملاح البيكربونات؟ في تجارب تأكيدية بتقدر تفرق لنا بينهم. فلو خدنا اول تجربة تأكيدية مع كلوريد الزئبق الثنائي والذي يسمى كلوريد الزئبقيك، فلو خدنا جزء من املاح الكربونات هنعمل منه محلول بالماء المقطر، أرج الأنبوبة كويس عشان يدوب معايا الملح، وهناخده مع كلوريد الزئبق الثنائي. زي ما احنا شايفين كده تكون راسب بني على البارد، هذا في حالة الكربونات. طيب نشوف في حالة البيكربونات، هناخد جزء من أملاح البيكربونات نعمل منه محلول، يبقى أنا كده بعمل حاجة اسمها محلول الملح. أنا باخد الملح الصلب مع الماء بعمل منه محلول مع نفس الكاشف كلوريد الزئبق الثنائي. زي ما احنا شايفين ما فيش اي لون معانا. طب نسخن على حمام مائي، هنلاحظ تكون راسب بني بعد التسخين في حالة الكربونات على البارد، في حالة البيكربونات بعد التسخين. طيب في كمان تجربة تأكيدية تانية ممكن تفرق لنا بين أملاح الكربونات وأملاح البيكربونات، مع كبريتات المغنيسيوم. فهناخد جزء من الملح بتاعنا، أملاح الكربونات، نعمل منه محلول، ناخد من كبريتات المغنيسيوم محلول كبريتات المغنيسيوم. زي ما احنا شايفين تكون راسب ابيض على البارد، هذا في حالة الكربونات. طيب في حالة البيكربونات هناخد برضو جزء من الملح، هنعمل منه محلول،
مع كبريتات المغنيسيوم لم نلاحظ تكون الراسب الأبيض. طب بعد التسخين نسخن، هنلاقي فيه راسب أبيض ظهر معنا بعد التسخين، هذا في حالة البيكربونات. طيب كمان ممكن ندرس من المجموعة الأولى الشق أو أملاح النيتريت، أملاح النيتريت. فلو خدنا أملاح النيتريت ناخد جزء من الملح الصلب، مع كشف المجموعة اللي هو حمض HCl المخفف، زي ما احنا شايفين حدوث فوران وتصاعد أبخرة بنية عند فواهة الأنبوبة، ده في حالة النيتريت. طيب نعمل تجربة تأكيدية للنيتريت مع نترات الفضة. فلو خدنا جزء من الملح كده نعمل منه محلول، زي ما احنا شايفين مع نترات الفضة ادانا راسب أبيض من نيتريت الفضة. كمان في تجربة تأكيدية ممكن نعملها تاني لأملاح النيتريت. فلو خدنا الملح الصلب هنعمل منه محلول، وحمضناه بحمض H2SO4 المركز، هنسيب الأنبوبة كده، ناخد أنبوبة تانية نحط فيها جزء من محلول برمنجانات البوتاسيوم، طبعا لونها مميز جدا، لون بنفسجي، ونجيب الأنبوبة نفسها بتاعتنا وهنشوف نفضي عليها المحلول بتاعنا، هنلاحظ اختفاء لون البرمنجانات ذات اللون البنفسجي. وبكده نكون انتهينا من دراسة المجموعة الأولى من الشقوق الحامضية.